بخير. مساء النور، هاي كيفك جيني؟ كيفك انت؟ نفس الحال. كثير مبين فاضيه. اليوم نور مش معنا وتمار مش معنا، ولكن الله راد تكونوا قريبا معنا. هاي ريكو. هاي، كيفك؟ منيح؟ كثير منيح، نفس الحال. كان هيك قبل ما نبلش الحلقه هيك في كم تكست بدنا نقراها من الواتساب. الناس هلا مبسوطه، صار في عنا واتساب وعم بيبعثوا لنا. في كم مسج هيك حابه اقولها، بركي رح نقرا اكيد البعض ونكمل خلال الحلقه. اكيد بس هيك الهم صغار. بقول بشكركم على البرنامج، انا حاليا فرحان جدا بربنا ومش مهتم باحتياجاتي الشخصيه لاني واثق فيه انه حيسددها. هذا مثل شخص مش حاطط اسمه من مصر بس كثير مشجع. حدا ثاني، لحظه انا اوريدي ضيعت الورقه او اوكي. في حدا ثاني اسمه كارول بتقول لي ربي يبارككم والبرنامج غني بالفايده الروحيه والخبرات والترانيم. انا من سوريا، ما صار لي زمان عم بحضركم بس كلمة الرب معكم شددتني. هيك مسج تاني بعد من هنا بتقول بونسوار، كيفكم؟ أنا حنا من زحلة بقاعدة معرضة صبي أو بنات، حبيت كتير البروجرام تبعكم سلام المسيح. وشو شو ما صار يسوع قادر على كل شيء وهو دايما منتصر على الشيطان. بقوة صليبنا منتصر. أمين. هيك بعد هالترانيم ريكو هيك بذكرونا ليس سواك أحببتني للمنتهى، أنت يسوع. وهيك هدول الأشخاص كمان عندهم نفس الثقة بأنه الرب حيسدد احتياجاتهم، أنه الرب معهم بالنهاية الانتصار. بحبهم دايما ما بيتغير. أمين. كيفك؟ فاين، نشكر الله، كتير منيحة. كان الأسبوع متعب؟ كان الأسبوع بتعرف دايما في تعب، بس قديش حلو أنه عن جد تكون عندك شغف ومبسوط باللي عم تعمله تنسى التعب. وهلا الشغل مع الاولاد، عن جد الرب كثير عم بيذكرني قديش هيدي موهبه من عنده، وقديش محلي يعني هلا وين انا موجوده بالتعليم الرب بعرف انه بده اياني اكون هنيك، خصوصا بهالمرحله من حياتي. كثير كثير حلو. يعني انت وماريان زيت الشيء. ماريان بتضل فرحانه بالتعليم. انا كمان كان اسبوعي كثير حلو. في اعداد رائعه عم بتكون هيك عم باخذهم على بكره وحده. بتعرفوا انه ما في كثير شغل، عم بقعد اعداد اللي ايه كثير حلو، يعني اعداد هيك طويله. واليوم اخذت قرار انه ايد كل الاسامي اللي بيمرقوا على راسي على الدفتر. بقى في لكم انه كثير مؤثر هيك نكون عم نصلي لو منتذكر أسامي، لأن بعدين بيصيروا 50 و60 شخص وما فينا بعدين نصلي كل يوم للكل، منصير نجزئ لكل يوم حدا. بس ما فيكن أول فترة وقتها بتحطوا هيك 40 اسم حدكن مين ما عم يمرق على راسكن من نحنا الكلوز فاميلي للهيدا، بتحس إنه بتقولي إنه معقول أنا يا رب وقف هون، بس بتحس إنه ما بتوقفي لأنه بتجي على كل اسم بتقولي اف مش حاسس أنا بدي وقف، بدي أذكر هالاسم، معقول يوم ما أذكره. وشو حلو بس تطلعي بالاسم، بس تكوني مرات كتبتيه أكتر بتصيري تحكي عن تفاصيله لأن عم تطلعي فيه وعم بتصلي. بقى كان الوقت كتير رائع، بشجع كتير من الناس يعملوها هيدي غير القعدة الشخصية مع الرب. وقتها منخلص كل القعدة معه بحس إنه هون بيكون الوقت رائع إنه نصلي لإلنا ولا غيرنا. هيدي خدمة بحد ذاتها من أصعب الخدمات اللي قليل الناس بتعملها، انه يقعد يصلي ويتشفعوا لناس بحاجه. وبتعرفي عم صلي له كثير انه يضل مقواني ومضل عطيني هيدا الشغف انه ضل انا اكون مبسوط عم صلي واذكر الاسامي. صراحه بدي شارك عن اختبار قديش حلو وقتها سوري الناس تصلي لك او الناس تصلي لك من بعد ما توفى البابا. انا كثير كان في اشخاص يبعثوا انه عم نصلي لك وانه قبل ما يتوفى البابا، بس الكميه الهائله من الناس يلي كانوا يقولوا لنا نحن عم نصلي لكم ونحن بنعرف ان الرب بيعطي تعزيه فعلا فعلا لمسناها بحياتنا. وانا بعرف اكيد هو الرب مقوينا ومثبتنا، بس بعرف انه نحن قدرنا نوصل لهون من خلال صلوات القديسين عن جد، لانه كل انسان يعني عن جد قديش انا بشكركم انه بعرف انتم من اول الاشخاص اللي كنتوا عم بتصلوا لنا، وهذا الشيء عمل كل الفرق بحياتنا. هلا انا بدي اعترف انه انا مقصره بصلواتي تجاه الناس وحتى تجاه حالي، بس قديش بقدر اهميه الصلاه بحياه الانسان اذا بده ينمى. وحتى اوقات قديش حلو ياخذ نهار واحد يقول يا عمي انا ما بدي اصلي لإلي، انا بدي اصلي للاشخاص التانيين، لانه كثير هين علينا نصلي لنا ولحاجاتنا وننسى الاشخاص التانيين.
سو عن جد شكرا هيك علنا لكل الاشخاص اللي صلونا، شكرا جويس ويكو لانه رفعتونا بصلواتكم، واكيد تمار ونور. بس مش معقول شو تشجيع وقت حدا يبعث مسج يقول لك انا عم صلي لك كل يوم، بحس حالي انه هيك انرفعت. سو ثابر على هذا الموضوع. حلو، كلنا هيك الرب رح يعطينا قوه بس نطلب. اطلب وتجدوا، يعني نحن عم نطلب شيء هو كثير بحبه. وكمان نسيت اقول انه بوجه تحيه لكل الفريق العمل، بس لكلود خصيصا اللي هو خير روحي المخرج. كلود دق لي وكان مين في بلبنان، كان بيبو قائد تسبيح بيبو اللي بيعرفوه اكيد، اللي عامل انت صالح بارك يا نفس الرب، وكثير ترانيم هالقد ممسوحه وهالقد منرنمها حلوه. عدت مع قائد تسبيح قمه التواضع بيبو، حابب اقولها على الهواء، قمه التواضع. تذكرتك جويس خبرته عنك وقت قررت تتركي المسرح وكل العالم وعجقت الألفين شخص اللي كنت بترتلينهم، وقلت بدي اقعد مع الرب انا والبيانو والحيط وينزلوا دموعي تارجع. بيبو عم يعمل هالشيء هلا. بيبو وقف كل الخدمات، بس عنده خدمه وحده بيعملها، هن عندهم براير هاوس، يعني محل بيصلوا فيه 24 ساعه بالكنيسه، بيعملوا شيفت كل اثنين، كل واحد بيروح. بس قرر انه يشتغل بس على حياته الشخصيه، واكيد لو بيبو معنا هون بخبرنا التفاصيل، ترك كل شيء لانه قال بالاخر قد ما فتت بالخدمه نسيت اللي انا عم بخدمه، صار بس مش تعلق حتى، صار مثل المكنه خدمه. بقى قال انا عم برجع كل اعاده تاهيل تكون الكواليتي تايم، يعني الوقت اللي بدي اقعد فيه مع الرب الرائع اقعد انا وياه، شو وقت انا وبيبو. ثانك يو كلود، اي لاف يو مثل أنا العاده. انا كثير بحبه. ايه اللي عم هلا بركي اذا سمعك عم يحضرنا كمان وجه له تحيه. مش معقول. وهيك برجع بتذكر الرب اشتغل مع كل الناس وبيشتغل معنا وقت نكون قلبنا متواضع. بس تشوفي قائد تسبيح بمحل قال لي شو بحب يشوفون الناس، اني انا ابن الرب اعطاني مرات مسحه بس انا مرات ضعيف، انا مرات بتعب. هيك بتحسي انه شو حلو كان الوقت. بتعرفي بس نروح من بلد لبلد، يعني انا قولي اعطيني الرب شوي انه بقدر افتح، ونحن تعودنا بالفريق نفتح قلوبنا حسب حكمة الرب لغير ناس. بس بتعرفي بيبو كأنه هون اخواته من غير نكهة، وبيقدر يقعد معهم ويرتاح كمان معهم هيك، مش انه اللي بيعرفوه. بقى كان الوقت رائع. وهي دول هن اليوم في كتير امور، كتير واتسابات يعني بدنا يبعثوا لنا على الهواء، وجويس رح تقرا كثير. واكيد بس بحب ذكر المشاهدين لانه عم نحكي عن الواتساب، بس بحب ذكر بالرقم واكيد عم يطلع على الشاشه، بس الرقم هو 70085260. سو اكيد عم يطلع على الشاشه. كثير فرحانين بعدد الواتساب، يعني ما بعرف قديش رح نقدر نلحق نقرا كل شيء. نقدر. وبدي اقول للناس يصلوا لتمار لان بتحبوها، لانه عن جد تمار كان وجع ظهرها رهيب، صار لها اسبوعين ما عم تقدر تجي معنا. بقى بليز بتحبوا تمار صلوا له.